فنبدأ بجريدة صباحية صدرت في 15 نوفمبر سنة 84 بتقول إيه؟ حضرتك قلت فيها: أنا ضد أن يقال أن الأجيال السابقة أفضل من الأجيال اللاحقة الآن، فهذا معناه أن يصاب شعب بأكمله بالعقم. لماذا إذن لم يظهر بعد عمالقة أمثال نجيب الريحاني وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب مثلا؟ أنا فعلا قلت الكلام ده وده هو رأيي. كون إن فيه عمالقة في التمثيل زي اللي انت ذكرتهم ما يمنعش إن فيه ممثلين ممتازين جدا في الأجيال الجديدة، ولكن طبيعة المراحل الزمنية هي اللي بتعمل الفوارق في المكانة الفنية. فمثلا حتى في السياسة الزعماء الكبار قوي ما عادوش موجودين دلوقتي. الزعماء اللي بيشتغلوا بشكل جماعي لهم يعني مستشارينهم ولهم مساعدينهم ولهم البورد السياسي الضخم اللي بيمدهم بالمعلومات وبيشتغل معاهم وبتطلع القرارات في النهاية شبه جماعية. كذلك برضو في الفن الممثل الفرد العملاق الواحد اللي كان بيشيل رواية لوحده ما عادش موجود في العصر الحديث. بطبيعة الأمور إن الأعمال كلها دلوقتي أو النشاط الإنساني كله أصبح متجه إلى الجماعية مش للفردية، يعني تضخم الفرد ده ما عادش مطلوب. جماعات الفنانين اللي موجودين دلوقتي لا شك انهم افضل كثيرا من جماعات الفنانين اللي كانوا موجودين زمان. زمان كنت تلاقي واحد اتنين في العمل والباقي يعني كانوا تعبانين فنيا وتعبانين حتى حياتيا يعني. لكن دلوقتي فيه مجموعات كبيرة، يعني المسلسل اللي يبقى فيه 40-50 ممثل وتلاقيهم كلهم مستواهم كويس وجيدين. مش ضروري بقى يكون يوسف وهبي مثلا واحد. كتبت جريدة صباحية يوم 11 يناير سنة 72 كتبت تقول: حمدي غيث الذي تخصص في تمثيل أدوار تراجيديا سيتحول هذا العام إلى ممثل كوميدي في مسرحية ملك يبحث عن وظيفة التي كتبها الدكتور سمير سرحان. هل استطعت يا أستاذ حمدي بالفعل أن تتحول من تراجيديان إلى كوميديان؟ والله هو طبعا مش مفروض ان انا اللي اجاوب على السؤال ده، لكن انا بعتقد ان انا فعلا يعني استطعت ان انا اؤدي الدور في مسرحية كوميدية وشخصية برضو تغلب عليها الكوميديا، استطعت ان انا اديه بشيء من النجاح. والمسرحية دي كانت اخراج الاستاذ احمد عبد الحليم وكانت بطلتها برضو عايدة عبد العزيز، وأنا عملت فيها شخصية يعني علشان أبقى مالك بيبحث عن وظيفة. دي مسألة برضو فيها بارادوكس، يعني فيها مفارقة، يعني مالك بيبحث عن وظيفة فعملت مفارقة برضو في المكياج، يعني طلعته كلاون مهرج اللي هي الأحمر اللي هنا والشفاف العريضة كده والحواجب اللي فوق، لأن الشخصية فيها مفارقة في حد ذاتها وأديت الدور على هذا الأساس بالمفارقة دي، إنه ملك لكنه فيه نوع من اللي إيه من الراجل المهرج شوي. فبعتقد إن أنا استطعت إن أنا أديها يعني إلى حد ما.